تدريبية أمسية يوم السبت بقيادة مدرب الحراس ديكي ماش، وكانت الحصة مخصصة للاسترجاع وللجانب التكتيكي أيضا، بينما استفاد لاعبو الشباب من راحة أمسية السبت استغلوها في التنزه والتجوال عبر الدراجات. وقد استغلينا الفرصة وتحدثنا مع لاعب الأدراوي الذي صرح لنا قائلا: جابوا حيث اللي جابوا اللعب عندي سؤال تكنيك ديالو شوية على اللعب تاعو. شكون يسماك جابو؟ في خميس خشنا. وي وانا سما سقط فيك دوك جابوك كثر من عاصم راحت فوالا. واش تقدر تقول لي سي بوان تاع سي بيرا؟ نستناو شغل منك حاجة كبيرة. نقول له ان شاء الله نفرحوكم السنة ان شاء الله، ونشوفوك في ليكيب ناسيونال كيما جابو ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي نخدمو ان شاء الله. علاش لا؟ ان شاء الله تكون في عافية ان شاء الله.